سنة 1960 كان في شاب اسمه مارك لينز، ابوه اداله مخطوطة قديمة صاحبها واحد اسمه ادجار جايز. المخطوطة دي بتقول ان اللاجئين من مدينة اطلانتا المفقودة دفنوا اسراهم في قاعدة مخفية تحت بلهول. الطالب ده احتفظ بالمخطوطة وقعد يبحث ويدور وراها لغاية ما وصل للراجل صاحب المخطوطة دي ادجار جايز. وسنة 1971 جه مارك لينر واستقر في مصر ودرس في الجامعة الامريكية وتخصص في جغرافيا ورسم الخرائط، ومش بس كده ده كمان اتجوز واحدة مصرية. وفي سنة 1977 عمل شغل في معهد ستانفورد للابحاث وتخصص في الاستشعار عن بعد عشان يحلل الصور تحت تمثال ابو الهود. لقوا وقتها بعض التشققات والتصدعات العادية في الحجر الجيري، وقتها كان اشتغل في الفترة دي مع العالم المصري الشهير زاهي حواس، واكتشفوا هما الاثنين ممر ورا التمثال بتاع ابو الهول. الممر ده بيقولوا انه كان السبب في ان النصوص والحرمية بتوع الاثار كانوا بيستخدموه عشان يسرقوا الاثار من زمان عن طريقه. عمنا مارك لينر في رسالة الدكتوراه بتاعته كان اشتغل على دراسة وترشيح تمثال ابو الهول حجر حجر ومن جميع الزوايا، وقال في الابحاث بتاعته ان ابو الهول من سنة 1400 قبل الميلاد خضع على الاقل لخمس عمليات ترميم. وطبعا كان بعد كده شغل الشاغل لمارك لينر هو ابو الهول ومنطقة الاهرامات او هضبة الاهرامات، واشتغل لمدة 37 سنة مع الدكتور زاهي حواس على المنطقة دي. وفي اسرار واسرار وعجائب وعجائب اكتشفوها مش بس عن ابو الهول، ده على المنطقة نفسها وعلى الاورينتيشن واماكن التلات اهرامات بالنسبة لابو الهول. ده مش بس ابو الهول والاهرامات التلاتة، ده كمان المعابد الصغيرة والمقابر اللي موجودة حواليهم. ومن نتائج الابحاث اللي ممكن تكون جديدة على بعض الناس ان ابو الهول ما تبناش حجر حجر زي الاهرامات، لا هم قطعوا الشك باليقين وقالوا ان ابو الهول تم نحته بالكامل من كتلة صخرية حجرية كانت موجودة في المكان ده، وده في حد ذاته اعجاز انك تحافظ على التشريح السليم لتمثال بالحجم الضخم ده، جسم اسد وراس انسان. على فكرة كلمة ابو الهول هي كلمة عربية اساسا جاية من الهول يعني الشيء المخيف، لكن كلمة سفينكس محدش عارف اصلها ايه، وحتى عالم الاثار بتاعنا مارك لينر ملقاش ليها اي اثر ولا اي مرجع في اي مخطوطة هيليغروفية عندنا. ولغاية النهاردة مفيش حاجة اسمها سفينكس، ده اسم غربي لا يعني اسم التمثال، اسم التمثال ابو الهول. اما بالنسبة لرمزية التمثال نفسه الاسد براس انسان فدي موجودة قبل كده، والتفسير العلمي اللي بيقولوه علماء الاثار عمنا مارك لينر مع دكتور زاهي حواس بيقولوا انه جاي من فكرة تمثال اسمه اكر، عبارة عن تمثال الاسد المزدوج اللي موجود في مدخل العالم السفلي وبيحرس الافق مكان شروق وغروب الشمس لمدة سنة كاملة من الشروق والغروب، وجه بيبص ناحية الشرق ووجه بيبص ناحية الغرب. ومن التمثال اكر ده تم استلهام فكرة بناء ابو الهول. ابو الهول طوله 73.5 متر وعرضه 19.3 متر وارتفاعه 20 متر. ابو الهول كمان قعد الاف السنين مدفون تحت الرملة لغاية كتافه، راس بس الناس شايفة راس تمثال بس. وسنة 1817 كانت البداية في ازالة الرملة من حوالين التمثال، واشتغلوا في القصة دي صدق او لا تصدق 260 سنة عشان يبان لنا تمثال ابو الهول كامل بالوضع اللي احنا عارفينه دلوقتي. وده يعتبر من الاسرار بتاعت ابو الهول ما كانتش الناس عارفاه لغاية سنة 1817 بالحجم اللي احنا عارفينه بيه دلوقتي، كان مدفون كليا بالرملة، ويمكن عشان كده الناس كان بيسموه الهول او ابو الهول وكانوا بيخافوا منه. طب يا جماعة مين بنى تمثال ابو الهول؟ في الحقيقة السؤال ده فضل مدة كبيرة جدا محير العلماء، ومعظم الابحاث بتشاور على ان اللي بنى ابو الهول هو اللي بنى الهرم الثاني خفرع في الفترة اللي حكم فيها مصر واللي بدأت سنة 2600 قبل الميلاد. خفرع هو ابن الملك خوفو صاحب الهرم الاكبر، وكان خفرع كان بنى الهرم بتاعه اقصر شوية من هرم خوفو بثلاثة متر بس، وعلى مسافة 40 متر من الهرم الكبير من هرم خوفو. الكلام ده ما قالوش بس مارك لينر، ده كمان ذكر الدكتور ده حواس في كتابه جبل الفراعنة سنة 2006، واستشهد على كده في كتابه ده جبل الفراعنة بوجود مقبرة بتضم 600 عامل فيها أسامي ونقوش فرعونية بأساميهم وألقابهم كلها حوالين الهرم خفرع وابو الهول والمعابد دي اللي كان بناها خفرع. واللي يهمني في الحلقة دي الأسرار الفلكية اللي لقوها حوالين ابو الهول، منها تعامد الشمس على الكتف اليمين لابو الهول يوم 21 و 22 مارس، وكمان يوم 21 و 22 سبتمبر كل سنة، وفي التاريخين دول بيتساوى عدد ساعات الليل والنهار في المنطقة اللي فيها ابو الهول. الدكتور زاهي حواس بيقول ان تعامد الشمس على كتف ابو الهول مرتين في السنة
مقصود وبينسف تماما فكرة بناء أبو الهول واختيار مكانه بالصدفة. لا مش بالصدفة، ده مقصود، والفكرة إن أبو الهول يتوسط تماما المسافة بين هرم خوفو وخفرع. الكلام ده وقت شروق الشمس، يعني وقتها الشمس بتشرق بالنص تماما بين الهرمين خوفو وخفرع. كان في اعتقاد ديني قديم عند الفراعنة بيقولوا إن أبو الهول إله الشمس، يشرق ويغرب بين الأفقين بتوع الهرمين تماما يوم 21 و22 يونيو. حتى فلكية عجبتني قوي كمان إن يوم تعامد الشمس على كتف أبو الهول ده، إن ظل أبو الهول مع ظل الهرم خفرع بيكونوا أقرب ما يمكن لبعض. وتفسير الكلام ده قالوا مارك لينر مع زي حواس، قالوا ان هما الاثنين ابو الهول وخفرع رمز الملك. ابو الهول يرمز الى الفرعون اللي بيقدم القرابين لاله الشمس في ساحه المعبد. ومن الاسرار العجيبه والجديده والمحيره فعلا انه تم اكتشاف حوالين ابو الهول بقايا جدران محاطه ب 24 عمود عباره عن معبد. المعبد ده اتحط على محور الشرق والغرب بالظبط تماما، وكانهم كل عمود بيمثل ساعه في دايره الشمس اليوميه. كمان ظاهرة فلكية بتقول ان يوم الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو لو انت واقف بالظبط قدام تمثال ابو الهول هتبقى انت واقف قدام النقطة اللي بتغرب فيها الشمس بدقة غريبة جدا، بيشبه المشهد بتاع التمثال اكر اللي قلنا عليه اللي هو تمثال الاسد المزدوج، وكأنه بيبص للشرق والغرب بيحرص ناحية الشرق وناحية الغرب. مارك لينر وزاهي حواس اتفقوا على الظاهرة دي يوم الانقلاب الصيفي وتعامد الشمس على اكتاف ابو الهول، وبيقولوا ان المصريين القدماء رتبوا احداث شمسية بترتبط او بتربط ابو الهول والهرم والمعبد بشكل جماعي مع بعض او مجمع، وكأنه محرك كوني بيسموها كوزميك انجن عشان يسخر قوة الشمس مع الالهة الاخرى عشان يحيوا او لاحياء روح الفرعون. وان ده مش بس بيضمن الحياة الابدية للحاكم الملك الميت، انما كمان بيحافظ على النظام الطبيعي العالمي، يعني فصول السنة وتعاقبها وفيضان نهر النيل السنوي، وكمان بيرمز للدورة المقدسة للمية. وان في المشهد ده ابو الهول واقف بيحمي وكأنه خفرع اللي واقف بيحمي، او انه يكون واصي للعالم السفلي ومقابر الاجداد. ومؤخرا وللأسف والحاجة اللي تحزن وتخوف ان اكتشفوا تآكل في بعض اجزاء من جسم ابو الهول، وقالوا ان ده بسبب الرطوبة. طب ازاي رطوبة في منطقة صحراوية؟ الاجابة بتقول ان بعض الابحاث الدقيقة ان من 8500 سنة كان في نسبة مهولة جدا لهطول الامطار ادى الى تكون مياه جوفية اثارها باقية لغاية دلوقتي على عمق بيوصل من 10 ل 12 متر تحت ابو الهول او تحت الارض اللي عليها ابو الهول. وبسبب الكلام ده بعض الاثريين في العالم اطلقوا حملة سموها انقذوا ابو الهول، ابو الهول يحتضر، ابو الهول مريض. ومن اطرف العناوين اللي اتقالت ان ابو الهول هو اكبر مريض في العالم، وكلنا كبشر علينا حماية هذا الاثر المهم جدا في حياتنا، اثر انساني بيدل على عظمة الفكر البشري في توحيد القوى الالهية للعالم والحفاظ على الحياة. ده كان موضوعنا النهاردة من حلقة تعالوا اتكلم فلك. اتمنى يكون موضوع الحلقة عجب حضراتكم، ويا ريت لو عجبكم الحلقة دوسوا لايك وشيروها عشان القناة تكبر بيكم وليكم. اشكركم على المتابعة والى اللقاء.
الصخور، الصخور. عوامل التعرية بتهدد جسم أبو الهول، بتسبب حاجة بيسموها العلماء تدهور غير متكافئ، يعني كمية الرياح والهواء اللي بيتعرض لها جسم التمثال من تحت غير في النص غير فوق. يعني كمية الرياح وعوامل التعرية مش متناسقة من جسم التمثال من تحت وفوق. تدهور غير متكافئ. الفتحة اللي في رأس أبو الهول أحد تفسيراتها إنها كانت قاعدة، أحد تفسيراتها إنها كانت قاعدة، إنها كانت قاعدة عشان يسبق، إنها كانت قاعدة لتثبيت تاج أو حلية فوق رأس التمثال. كان علماء طلاينة وفرنسيين بدأوا مع مصلحة الآثار المصرية في رفع الرمال من حوالين جسم أبو الهول. ولمحاولة علاج وإنقاذ أبو الهول تم صرف 25 مليون جنيه مصري كمعونة أمريكية لحماية المنطقة الأثرية المنخفضة تحت التمثال، لحماية المنطقة الأثرية المنخفضة تحت التمثال. إزاي؟ عن طريق حفر بعض الآبار 18 بير وتركيب طلمبات رفع مية وتصريفها في قنوات مدروسة بعناية، بحيث ان مع الوقت يكون تم شفط او رفع كل المياه الجوفية اللي تحت منطقة هضبة الاهرامات مش بس ابو الهول. اكبر مريض على وجه، اكبر مريض على وجه الارض ابو الهول هو اكبر مريض، ابو الهول هو اكبر مريض حول العالم. حملة إنسانية لإنقاذ جسم أبو الهول، تمثال أبو الهول، رمز الإنسانية، رمز الفكر والتقدم.